يعني بنتكلم عن احتفالات عيد الأضحى، ودايما بيبقى فيه طقوس كده وسنن مختلفة للعيد، فازاي احنا كمسلمين بنحتفل بالعيد؟ ايه الأعمال المستحبة ان احنا نعملها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام. صلى الله عليه وسلم. بداية كل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية كلها بألف خير وصحة وسلامة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هو بداية احنا محتاجين نفهم فلسفة العيد في الإسلام. يمكن أكبر دليل على أن الإسلام هو دين الفطرة ودين موافق للإنسانية أنه لم يقتصر على جانب العبادات فقط. النفس الإنسانية بطبيعتها تحتاج إلى تبدل الأحوال، تحتاج إلى التغيير، تحتاج إلى الخروج دائما عن المألوف إلى شيء غير مألوف. التجديد في الحياة مطلوب. عشان كده نلاقي أن الشريعة الإسلامية زي ما شرعت لينا العبادات المختلفة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها من القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، تلاقي أن الشريعة الإسلامية حطت وقت للإنسان بتقول له أنت من حقك أن أنت ترتاح، من حقك أن أنت تفرح، من حقك أن أنت تسعد. وكل هذه العبادات والشرائع جاءت في الأساس لسعادة الإنسان. عشان كده نلاقي أن الشريعة الإسلامية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة المنورة وجد أن أهل المدينة عندهم يومين بيلعبوا فيهم له، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا هذان يومان نلعب فيهما. فقال إن الله أبدلكما بهما يومان، يوم الأضحى ويوم الفطر. ويمكن احنا فلسفة الأعياد في الإسلام عندنا دايما مرتبطة بالعبادات. يعني نلاقي أن عيد الفطر يأتي بعد انتهاء عبادة عظيمة وركن عظيم من أركان الإسلام وهو الصيام، ونجد أن عيد الأضحى يرتبط ارتباط وثيق بركن أكبر من أركان الإسلام وهو الحج. فدائما تجد أن العبادات عندنا في الإسلام مرتبطة دائما بالأعياد والفرح والسرور، وهذا مصداق قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طيب الأعياد ديت إيه المقصد الأساسي من وراها، أو إيه المعاني الأساسية اللي إحنا نخلي بالنا منها كمسلمين وإحنا بنحتفل وإحنا بنفرح؟ الأعياد جاءت في الإسلام رقم واحد إظهارا للفرحة والسرور وسهولة هذا الدين ويسر هذا الدين وموافقته للطبيعة البشرية. من المقاصد الأساسية للأعياد في الإسلام فكرة وحدة الأمة. يعني احنا نلاقي دايما الإسلام بيدعونا دايما للوحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنلاقي مثلا أن المسلمين قد يختلفوا في بدايات شهور ونهايات شهور، لكن نيجي في الأعياد نلاقي أن الأمة الإسلامية كلها تحتفل بعيدها في يوم واحد. صحيح. فهذا مظهر من مظاهر الوحدة كل المسلمين النهاردة. صحيح. من مظاهر تأكيد الوحدة فكرة صلاة العيد، وده حاجة عظيمة جدا أن أنت تلاقي المسلمين ممكن نكون في حي واحد مع مشاغل الحياة ما بنشوفش بعض في معظم الصلوات، لكن تلاقي يوم العيد الحي كله بيجتمع في مسجد واحد، حتى لو في أكتر من مسجد، لا هو مسجد واحد جامع نجتمع فيه، نسلم بعضنا على بعض ويهنئ بعضنا بعض. حتى أن الإسلام يقول لك صلاة العيد يخرج لها كل المسلمين، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، حتى المرأة الحائضة التي لن تشهد الصلاة مش هتقدر أن هي تصلي، لا تروح تشهد المصلى وتروح وتفرح بالمسلمين. ففكرة الوحدة وفكرة الترابط وفكرة التهنئة بين المسلمين ووحدة المسلمين ده أمر مطلوب جدا. من ضمن أهم المعاني في العيد وخاصة في عيد الأضحى فكرة الشعور بالفقراء والمساكين والضعفاء في هذه الأمة. يمكن ده موجود في عيد الفطر بصورة واضحة في زكاة الفطرة التي تجب على الصغير والكبير، وموجود أيضا في عيد الأضحى اللي احنا بنشوف فيه الأضاحي، بنشوف فيه التوسعة على الفقراء. من ضمن المعاني المطلوبة في العيد فكرة التوسعة على الأهل. يمكن احنا في حياتنا طول الاسبوع وطول الشهور مشغولين وطول السنه مشغولين بشغلنا وبعملنا وبالسعي في الارض والضرب في الارض، فيجي العيد يقول لك لا خد رست كده، خد رست، خد هدنه، خد استراحه، اقعد مع اهل بيتك، ادخل السرور على اهل بيتك، فرح اهل بيتك، فرح اولادك، فرح زوجتك، سواء بالخروج بقى للمنتزهات، سواء لزياره الاقارب، وده ملمح مهم جدا من مقاصد الاعياد. فكره صله الارحام. يمكن احنا برضو مع مشاغل الحياة بعيد عن بعض، ممكن يعني نتصل ببعض كل فين وفين، لكن في العيد لا، ده انت مطلوب منك ان انت تزور أقربك. فإن لم تستطع الزيارة فلا أقل من ايه؟ تليفون التهنئة بالتليفون. وسائل التواصل الاجتماعي زي ما ليها أضرار ليها فوائد كتيرة جدا. قربت النهاردة المسافات، النهاردة نقدر ان انا اعمل فيديو كول مع قريب اللي موجود في بلد تانية وهنيه بالعيد وقول له كل سنة حضرتك طيب. فدي بعض المقاصد اللي موجودة.